عادي العصيمي احنا فينا نستفيد منها بالبليج بالبذور بالشتل. هلا بدنا نزرع على موسم الشتل، هلا في سبانخ في ملفوف في سلق، هلا بتجيب فين هي سماد ومواد زراعه عن بريه، جيب فين شويه بذور لسنة الجاي ان شاء الله. دائما الفلاح بحاجه لادوات زراعيه كمعول او رفش او مقص اسمده ادويه. نتشكركم على الدعم اللي بتقدموه للمزارعين، هذه شغله كثير منيحه وشكر منظمه الفار. نحن يعني كمزارعين صغار بهمنا موضوع الدعم اللي عم يحصل. هذا المشروع استفاد منه حوالي 1000 مزارع في محافظتي عكار وغربك الهرمل، ويتضمن المشروع في توزيع قسائم شرائية بقيمة 200 دولار لكل قسيمة لكل مزارع، لكي يستفيد منها المزارع لشراء احتياجاته من المدخلات الزراعية من موزعين هذه المدخلات، وخاصة بسبب ارتفاع أسعار هذه المدخلات مع ارتفاع سعر الدولار. ونأمل أن نتوسع في إعادة هذا المشروع في مناطق أخرى، ونحن الآن بصدد مناقشة مع الجهات المانحة للتمكن من توسيعه على جميع المناطق وعدد أكبر من المزارعين يستفيدوا من هذا المشروع.